ولتحليل ونقاش المستجدات الأخيرة في العراق يحضر معنا في استوديو العراق اليوم الدكتور فالح خطاب الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم دكتور. مرحبا بكم دكتور. السلمية التي كانت لدى المتظاهرين وإصرارهم على البقاء في الشوارع رغم القمع المستخدم من قبل القوات الحكومية ربما لم تعجب هذه الجهات وألصقت بهم تهم كتهم العنف واستخدام السلاح، نفس التهم التي توجه للقوات الحكومية أصلا. كيف يفسر هذا التناقض واستخدام ورقة القمع ونسبها للمتظاهرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لعلي يعني لا أذهب بعيدا، أستعير ما قالته اليوم هيئة علماء المسلمين في بيانها، وهو تعبير يكفي. إذا أردت أن تقضي على العدو فشيطنيه، يعني عملية الشيطنة دائما تسبق عملية القتل أو عملية الهجوم. هذا هو يعني عملية الإعلام الخبيث أو الدعاية الخبيثة التي نحن نعلم جيدا أنه منذ اليوم الأول هم يطلقون الأكاذيب. لم يثبت شيء أبدا مما قال هذا النظام منذ اليوم الأول، منذ الأول من تشرين حتى الآن كل ما يتكلم بهذا النظام هو عبارة عن أكاذيب، وهو طبعا يعكس حالة التخبط الذي يعيش هذا النظام، حالة المأزق. هو في مأزق، طبعا مأزق كبير، رغم أنه يمتلك القوة ولكن هو مجرد من الحق، والقوة دائما لا تستطيع أن تواجه الحق، وبالتالي ليس لهم إلا الكذب. ومثلا نتذكر عادل عبد المهدي رئيس ما يسمى رئيس الوزراء عندما قال على المتظاهرين انهم يرمون القوات الامنيه باحنا نسميها في العراق المصياده. هاي الاشياء البسيطه. اليوم راينا انه القوات الامنيه الملابس العسكريه هم من يرمون يستخدمون هذه الاساليب. يعني هاي فلذلك يعني فعلا رمتني بدائها وانسلت، فهم يعني يقومون بالشيء ثم يتهمون بالآخرين، عبارة عن شيطنة المتظاهرين، إخراج هذا الشباب المنتفض، إخراجه من قلوب العراقيين الذين يزدادون حبا لهذه الثورة يوم بعد آخر. دكتور، قتل المئات وإصابة الآلاف لم يتم الكشف حتى الآن عن الجهة الحقيقية التي قامت بقتلهم وتسببت بإصاباتهم البليغة، بينما تم كشف من أحرق أو يدعون أنهم كشفوا من أحرق المباني الحكومية. لماذا هذه الازدواجية تحديدا في الحديث عن سلمية المتظاهرين وقمع السلطة؟ الازدواجية هي اسم آخر للكذب. الكذاب يتكلم هنا شيء وإذا نسى يتكلم أشياء أخرى. هم طبعا لا ينسون، لكن هم عندهم الوقاحة التي تبيح لهم، ثم يعني لا يحاسبهم أحد. هم أمنوا العقوبة لحد الآن، ما يسمى المجتمع الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليوم، ربما يعني باستثناء هذا بعض الأشياء البسيطة الأخيرة، لكن هم أمنوا العقوبة. الاتحاد الأوروبي قلق، وهذه مندوبة الأمم المتحدة التي هي شريك فيما يجري، وبالتالي هم أمنوا، لذلك يقومون بكل هذه الأعمال الخطيرة والكبيرة. يكذبون، يعني الازدواجية التي تسألين عنها هي عنوان آخر أو اسم آخر للكذب الذي بدأوا يعني يتخبطون. هذا جزء من تخبطهم، جزء من الاضطراب الذي تعانيه هذه الشلة التي لم تواجه أزمة مثل هذه الأزمة. هذه أزمة حقيقية هم ليسوا قادرين على حلها أبدا، ولا يريدون أن يحلوها أيضا. هذه مسألة مهمة، هم ليسوا قادرين، وأيضا إذا كانت عندهم قدرة ليست عندهم رغبة في حلها. البصرة ربما أخذت نصيبها الأكبر خلال الأيام الأخيرة من أعداد الشهداء، ويوميا يخرج المواطنون لتشييع هؤلاء الشهداء. إلى أي مدى يعد هذا عقابا ممنهجا لما كان يعرف بالحاضنة الشعبية للعملية السياسية؟ للأسف البصرة تعاقب منذ سنين طويلة. البصرة تعاقب بالماء، لا يوجد لها ماء. يعني البصرة دائما تتحدث عن نفسها أو يتحدث عنها أهلها، يقولون نفط العراق فيها، ولكنها تعاني من الجفاف، تعاني من العطش، تعاني من الضيق، أبنائها عاطلين عن العمل. البصرة تعاقب منذ زمن طويل، والآن يفرض عليه، وليس الآن، منذ قديم
فرض عليها القمع الأمني، لكن الآن بزيادة. طبعا لا ننسى أيضا مسألة مهمة، البصرة تريدها إيران محمية، ولاية إيرانية تريدها، مدينة إيرانية خالصة لا ننسى أيضا أنها تجاور إيران، لا ننسى أيضا المعابر المهمة، لا ننسى أيضا ميناء أم قصر، لا ننسى أيضا النفط، هذه كلها عوامل تجعل منهم يعني يجن جنونهم في موضوع البصرة وينزلون أشد العقاب بهذه المدينة الباسلة العظيمة التي سوف يعني ترفع رأس العراق والعراقيين إلى فترات طويلة من الزمن، بل دائما. نعم دكتور، كيف يفسر هذا الإصرار وهذه العزيمة التي لدى المتظاهرين في الاستمرار رغم كل هذا القمع وكل محاولات التشويه لتشويه سلميتهم؟ هذا السؤال ربما لو كان هناك عقل، لو كان هناك رجال دولة، لو كان هناك أحد يفكر لفكروا مليا، لماذا تستمر هذه الثورة، هذه الانتفاضة، رغم البطش، رغم القمع، رغم القتل في الرأس، لماذا تستمر؟ هناك قضية، هناك قضية كبيرة. المشكلة أنه لا أحد يريد أن يفهم، والذي يريد أن يفهم يغطي هذا الفهم بالرصاص وبالقوة. إيران تفهم الحقيقة، هؤلاء العبيد التبعية الذين يحكمون العراق الآن يفهمون، الولايات المتحدة تفهم، هذه الذي يحرك هذه الجماهير، النساء، الرجال، الأطفال، الشيوخ، المعوقين، حتى فاقدي البصر نزلوا للشارع. نعم. النساء والله رأيت مناظر، ويمكن حضرتك رأيتيها في الفيديوهات. نعم. يعني مناظر عجيبة غريبة لنساء يعملن عمل يعني حتى الرجال لا يقومون به. ماذا يحرك هؤلاء؟ قضية، هناك قضية، العراق عنده قضية، هناك قضية الاحتلال، وإذا كان هناك من رضي بالاحتلال باعتبار أنه أمر قدر ووقع، ولكن ما جاء بعد الاحتلال من تدمير للعراق وتدمير للعراقيين لم يعد يحتمل، وبالتالي خرج الجميع، يعني الكل يقول أنا ميت ميت، سنموت حتما، فلنموت في قضية أفضل مما نموت هكذا على فراشنا. دكتور، في حال وجدت لجنة محايدة ونزيهة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة طيلة هذه الانتفاضة، ماذا يمكن لها أن تكشف؟ أول شيء نحدد ما هي كلمة محايدة ونزيهة من من؟ يعني المحاولات الآن اللي نراها في العراق ومن قبل أطراف معينة تريد أن تخرج لنا كعكاً آخر من العجين نفسه. ها؟ يعني إحنا عندنا بالمثل نقول هذا الكعك من هذا العجين. ها؟ هم يحاولون أن يستبدلون هذا الوجه بهذا الوجه، أشياء مضحكة لولا أنها مأساوية ومدمية. وبالتالي اللجنة إذا كانت فعلا نزيهة بين قوسين نزيهة وأمينة أو مؤتمنة أو مستقلة، فعندها ماذا ستقول؟ يعني هناك جرائم كثيرة وقعت، ولذلك يعني نحن نشك في أنه ستكون هناك لجنة محايدة أو نزيهة، ولكن نخشى أن يكون هناك شيء من يعني فرض أمر واقع وطوي الصفحة باعتبار أنه نبدأ من جديد بأشياء معينة. هناك الآن محاولات تبذل من أجل العبور على ما جرى ويعني طمس الحقائق أو اختزالها، لأنه ما يجري اليوم جرائم كبيرة. هم الآن يعرفون اليوم مثلا في خبر يقيني وقع أكيد يعني موجود ونشر، الطب العدلي في بغداد عندما أهالي الشهداء يذهبون لاستلام الجثث لا يعطوهم الجثث إلا بتوقيع من قبل أهل الشهيد، أهل الضحية، وقعوا أنه مات في حادث عرضي. التنازل عن حق المتابعة. نعم، هذا وقع لثلاثة على الأقل من ذوي الشهداء، قالوا لهم توقعون على هذه العرائض قبل أن نسلم الجثث. طبعا هذا الأسلوب نعلمه في دولة عربية، في مصر هذا وقع. وبالتالي نحن أمام جريمة، الجريمة يحاولون إخفاءها، ولكن لا يمكن إخفاء هذه الجريمة، كبيرة جدا بكل المقاييس. أنا أشك أنه العدد 310 315 اللي هذا ذكره. نعم. العدد كبير جدا، وعدد المخطوفين والسجناء والجرحى والمعوقين. شكرا جزيلا لكم دكتور فالح خطاب، ضيفنا في استوديو العراق اليوم، الكاتب والباحث السياسي، نشكرك لحضورك معنا. حياكم الله.